بسم الله، هنبدأ إن شاء الله مع بعضينا في كورس جديد طويل شوية، مش محددين وقت لأن إن شاء الله هيتعمل على كذا جزء، وكل جزء هنشرح فيه شغله بالتفصيل. هو في الأساس شرح لكتاب البرمجة بلغات الدوت نت، هنركز فيه صحيح على السي شارب، لكن هنتناول كيفية كتابة أكواد الفي بدوت نت وكذلك السي بلس بلس إن شاء الله. في لغات تانية بس هم دول اللغات اللي احنا مركزين عليها يعني في الدوت نت. الفكرة كلها في طبعا ان هو اصلا في الاساس كتاب خلاص او مجموعة كتب، اسف، مجموعة كتب كلها في الدوت نت. فانا من الناس اللي درست كتير الموضوعات بتاعت الدوت نت، لكن عمري في الفيديوهات بالذات ما قدرت ان انا يعني اشرح تفاصيل كتاب بالكامل. فكانت التجربة دي بإذن الله إن إحنا نحاول إن إحنا نشرح الكتاب بتفاصيله. يعني كنت دايما بقارن ما بين الكتاب وما بين الشرح الفيديو، فكنت بلاقي إن الشرح الفيديو أقل بكتير جدا، معلوماته أقل جدا جدا من اللي موجودة في الكتاب. فأنا بتناول أصلا في الأساس في الفترة دي التعامل مع الناس المبتدئين. يعني ممكن لو حد محترف شوية أو عنده إمكانيات في البرمجة هيزهق مني شوية في الجزء الأولاني. فانا بتعلم مع ناس بتشيفتنج كارير، بتغير من كارير لكارير، اول مره يخش مجال البرمجه او ما عندهمش لسه خلفيات في البرمجه، وابدا معاهم من يعني من تحت خالص ان شاء الله. يعني ربنا يقوينا يا رب ويجعل عمل كله خالص دلوقتي يعني. طيب، الفكره كلها في الكتاب احنا بنتكلم مع المبتدئين في المجال خالص، وان شاء الله عايزين نوصلهم لمستوى محترف في انتاج البرمجيات خلاص. وهتكلم عن انتاج البرمجيات بالتطبيقات العمليه، علشان الغرض من الكتاب مش او الشرح ان احنا مش نوصل ل ان احنا يعني مش غرض من الكورس او من الكتاب ان احنا نتعلم اللوجيك بتاع برمجة بس، ونبقى منفصلين تماما عن انتاج البرمجيات وتنظيمها واخراجها والكلام ده كله. لا، احنا وبرضه مش عايزين ننتج برمجيات من غير ما يكون اللي عندنا لوجيك بنتعلم خطوات وخلاص. لا، احنا ان شاء الله انا هحاول ان شاء الله نعمل كوكتيله بحيث ان انت تتعلم بالتفصيل اللوجيك كويس، وفي نفس الوقت بتنتج بشكل محترم. اتمنى من ربنا كده. طبعا احنا في الجزء الاولاني لان نقسم الموضوع على 4 أو 5 أجزاء، وممكن تكون اكتر بعد كده لو في حاجات جدت يعني باذن الله. الجزء الاولاني دوت طبعا هنتكلم على اساسيات البرمجه للمستوى الاول خالص للناس اللي هي لسه مبتدئه نهائيا، وبعد كده ان شاء الله هنحاول ندرس مستويات اعلى. كل دول بغرض انك تصبح يعني راجل مبرمج كوظيفه مش كماده علميه بس، رغم ان شاء الله هحاول برضه اخش التفاصيل بتاع الحاجات العلميه، المواد العلميه، لانها ممكن تفيد بعض الناس يعني، وفي نفس الوقت تقوي المبرمج وترتب افكاره، ما يبقاش مجرد ان هو متعود على خطوات وحاجات زي كده وخلاص. فعايز الناس تتعامل مع الموضوع بشكل ان هو يعني ان شاء الله يبقى شغل يقدر يعني، وهو اصلا مجال البرمجه عموما بيبقى يعني اساس من اساسيات تخصصات الحاسب كلها، وان شاء الله من خلالها هنقدر بعد كده ندير نظم قواعد البيانات الداتابيز سيستمز، ونستخدمها في تطبيقات ممكن المالتي ميديا، حاجات تخص البروجرامنج تخص يخش في المالتي ميديا، الويب ابلكيشنز، الموبايل ابلكيشنز، الى اخره خلاص. ففي مستويات ان شاء الله تاني هنتكلم عليها، لكن في الاساس هنركز على لغه السي شارب، وبعد كده ان شاء الله نبقى نخش في اللغات التانية. هنتكلم ان شاء الله في الاساسيات خالص، في الاي دي اي بتاعت الفيجوال ستوديو، لغه سي شارب، تفاصيل كل انترفيس بتاعت الفيجوال ستوديو، مبادئ البرمجه والمفاهيم الاساسيه، ازاي نحل مشكله اصلا ونفكر فيها، ازاي بتتحل عن طريق الكمبيوتر يعني. وعايزين نتعلم برضو الالجوريزم ببساطه، مش الجوريزم كمان كامل، لكن نتعلم شويه عن الالجوريزم وازاي نفك المشكله بتاعتنا بشكل الجوريزم ونحل مشكلتنا من خلاله، ازاي نرسم الفلو تشارت. هنكتب الكلام ده في الاساسيات، ممكن نكتب كونسول ابلكيشن بس لمجرد التجارب، لكن اساسنا هيبقى ويندوز ابلكيشن في المستوى الاول، خد بالك يعني في المستوى الثاني ان شاء الله هنشتغل ويب ابلكيشن واللي بعده موبايل ابلكيشن والى اخره باذن الله. خلاص كده بتكلم دلوقتي على المستوى الاول، ان شاء الله يبقى في مقدمه ثانيه للمستوى الثاني. هنتكلم على الديسيجن ستراكشر، ابنيه القرار، سواء كان جمله اف، سواء كان جمله سويتش، الكونديشنال ترينري الى اخره. خلاص هنتكلم على اللوبنج والوايل والدوايل والفوريتش والفور والاريز والكوليكشنز ومفاهيم الويندوز ابلكيشنز والايفنتس
ونتكلم على التول بوكس، هنتناول يعني موضوعات كثيره في الجزء الاولاني، بحيث ان احنا نوصل في الاخر الى يعني مستوى ان شاء الله يكون محترم في الجزء دوت. وبعد كده ده كجزء مبدئي اللي هو نظام الف من غير ب برمجه، اللي انا قلته ده دلوقتي الف من غير ب برمجه. بعد كده لا هنبدا بقى نقول يا هادي بقى اتعلمنا اسس، خد بالك الاسس دي مشتركه في كل لغات البرمجه. وبعد كده ان شاء الله هنبدا نقول بقى ها عايزين نبدا بقى نشوف بقى يعني نبقى امكانياتنا اكتر، وفي نفس الوقت نتعلم حاجات اكتر، لان ده طبعا يعني ايه يعني كمستوى الف من غير ب زي ما قلنا في البرمجه الاول. وهعمل مقدمه تاني ان شاء الله للمستوى الايه التاني في ساعتها يعني.